نرحب بكم مشاهدينا الكرام ونسعد بلقياكم من جديد في هذا اليوم من كل أسبوع، وعددنا لكم في هذه الحلقة عددا من الرسائل التي من خلالها نأخذكم بجولة على مختلف المدن والعواصم لننقل لكم ما فيها من أشياء مميزة. في بداية حلقتنا نتعرف على الكافيار الإيراني التي تستخرجه من بحر قزوين، والذي بني على ضفافه أحواض الأسماك الصناعية لتربية الخفش الرمادي، والذي يعتبر من أقدم الأسماك المعروفة ليستخلص من بيوضها الكافيار، الطبق الأندر والأغلى في العالم. لنشاهد. هنا وعلى ضفاف بحر قزوين الذي تتشاطئه إيران مع 5 دول أخرى، بنيت أحواض الأسماك الصناعية هذه لتربية نوع خاص من سمك هذا البحر، الحفش الرمادي، أقدم أسماك كوكب الأرض، ليستخلص من بيوضها الكافيار، الطبق الأندر والأغلى في العالم. كيلوغرام واحد من الكافيار يعادل إنتاج 15,000 لتر من النفط، لذا فهو لا يقل أهمية عن الذهب. أما استخداماته فهي لا تقتصر على الطعام فحسب، بل يدخل في التجميل وصناعة وسواهما من الأمور الأخرى. عرفت الإنسانية الكافيار منذ عصور بعيدة، وارتبط اقتناؤه بالبلاطات الملكية والطبقات البرجوازية سابقا، لما يمتلكه من خصائص غذائية وصحية، ويعتبر كافيار إيران الأقدم والأشهر من صادراتها بعد الزعفران، إذ تصل قيمة الكيلوغرام منه إلى 5,000 دولار. ومن أجل الحصول عليه لابد لسمكة الحفش أن تمر بمراحل عدة قبل استخراجه منها. محيط طبيعي جنوب دريا خزر و مياه بحر قزوين هي البيئة الطبيعية للأسماك، والكافيار الإيراني ليس مجرد بيض سمك، بل هو مكون يكاد يكون سحريا بما يحتويه من فوائد علاجية وصحية منشطة للذاكرة والجسد، ومن الصعب تقليده لأن بيئة هذه الأسماك هنا هي من تعطيها هذه الأفضلية عن سواها. ويعتبر الكويتيون حسب ما يؤكده بائع الكافيار في إيران من أهم زبائنهم في المنطقة، إذ يحرصون على شرائه كطعام أو كمستحضرات تجميل لكونه الأفضل بين أنواع الكافيار الأخرى في العالم. لدينا زبائن عديدون يأتون لشراء الكافيار من دول مختلفة عدة، ولكن الكويتيون يأتون في المرتبة الأولى بين مشتري الكافيار في المنطقة، ونتعامل معهم منذ سنوات طوال. اللؤلؤ الأسود شكلاً وقيمة، فضلا عن العديد من الألقاب الأخرى التي حصدها الكافيار، ليصنف وبجدارة ضمن قائمة أثمن 19 مادة في الكرة الأرضية. غذاء الملوك، ذهب البحر، الذهب الأسود، تتعدد التسميات ويبقى الكافيار واحدا مختلفا بقيمته الغذائية العالية وأيضا بقيمته المادية المرتفعة. أحمد سامي لبرنامج مراسلون، تلفزيون دولة الكويت، طهران. قلعة لاهور أو الحصن الملكي تقع شمال غرب مدينة لاهور الباكستانية، بناها الإمبراطور المغولي جلال الدين أكبر في فترة حكمه قبل 6 قرون تقريبا. هذه القلعة لا زالت تحاكي الفنون الأثرية، وتعتبر وجهة سياحية يرتادها الآلاف من الزوار. أدرجت هذه القلعة إلى قائمة التراث العالمي في منظمة اليونسكو. Thank you.
إنها قلعة لاهور التي تقع شمال غربي مدينة لاهور الباكستانية. لمعرفة حكايتها لا بد أن نعود بالزمن قرابة 6 قرون، وبالتحديد إلى زمن الإمبراطور المغولي الشهير جلال الدين أكبر، والذي بناها خلال فترة حكمه الممتدة من عام 1565 إلى عام 1605، حيث خصص لها مسافة تقارب 20 هكتارا، ثم استمرت عملية تطويرها من قبل أباطرة المغول والسيخ والإنجليز. The construction of this fort took 170 years to complete. تعتبر القلعة من أعظم الصروح الأثرية في هذه المنطقة، وقد قامت بتشييدها 4 أجيال لملوك المغول على التوالي، واستغرق بناؤها 117 عاما. لقلعة لاهور الملكية التي لا تزال تحاكي الفنون الأثرية 3 بوابات رئيسية، إحداهن مخصصة للجيش، والثانية مخصصة لعامة الناس، والثالثة فهي خاصة بالعائلة المالكة. تعرف إحدى البوابات باسم بوابة عالمغير التي بناها الإمبراطور المغولي أورنغزيب عالمغير، أما البوابة الأخرى فهي أقدم وتعرف باسم بوابة المسجد الملكي، وقد بناها الإمبراطور جلال الدين. إنه مكان جميل حقا، وتأتي إليه الأسر والأطفال وخاصة في موسم الصيف للتلطف بالنسيم البارد وسط الأسوار العالية للقلعة، وأتمنى أن يتم تحويله إلى جامعة. ومن المواقع الشهيرة التي تتضمنها القلعة القصر السحري، ويسمى شيش محل أي قصر المرآة، فله قصة خاصة لا تخلو من الغرابة والرومانسية في آن واحد، وهو من أكثر الأماكن أهمية بقلعة لاهور، وقد تم بناؤه من قبل الإمبراطور شاهجهان الذي طالما بناه لزوجته، ووضع فيه الكثير من المرايات، وأمر بتزيينه بمختلف أنواع الرسوم ليبهر الناظر إليه بفن وإبداع الزخارف والنقش على الأسقف والجدران. أتيت هنا لرؤية هذه القلعة، وهنا الكثير من السياح غيري، وقد انبهرت بمشاهدة البوابات الشامخة والفن المعماري الفريد الذي انفرد به ملوك المغول. تعتبر قلعة لاهور وجهة سياحية هامة يرتادها آلاف الزوار يوميا، معظمهم من المدن الباكستانية الأخرى وحتى من مدينة لاهور ذاتها، إضافة إلى عدد لا بأس به من الزوار الأجانب القادمين من الخارج، والذين جذبهم صيت هذه القلعة التي أدرجتها اليونسكو على لائحة التراث العالمي لما لها من أهمية أثرية وتاريخية. قلعة لاهور هي مقر عسكري بناه المغول للدفاع عن دولتهم وحمايتهم من الأعداء، فهي قلعة منيعة تحكي عن عبق تاريخ هذه المنطقة. عبد الرحمن حياة لبرنامج مراسلون من مدينة لاهور. وإلى موسكو، حيث أقيم فيها المهرجان الدولي للألعاب النارية التي مزجت أضواءه مع الأنغام الموسيقية فرسمت لوحة إبداعية. هذا المهرجان شارك فيه العديد من دول العالم وتنافسوا فيه على أفضل لاعب. ليتميز هذا المهرجان بأنماط متنوعة بعيدا عن الأشكال النمطية، فتمايلت الخطوط المضيئة وأحكمت الدوائر النارية وتناثرت من خلالها سلاسل الذهب في السماء. أضاءت السماء وعلى مياه نهر موسكو انعكست أروع ألوان المهرجان الدولي للألعاب النارية، لتتمازج الأضواء مع الأنغام الموسيقية، فتارة ترتفع مدوية وأخرى تخفو بحنو لترسم أجمل لوحة عانق فيها الإبداع وروعة الإخراج، حتى يتراءى بأن النجوم تتهاوى واحدة تلو الأخرى.
أعلنت الحكومة الروسية عام 2019 عام المسرح الأمر الذي يفرض علينا صيغة تصميم فعاليتنا بمرافقة المقاطع الموسيقية من أنواع مختلفة مثل الأوبرا والبالي، بشرط أن تتميز الدقائق الأولى بتلوين فعاليتها بألوان العلم الوطني الروسي. يشارك في مهرجان روستك للألعاب النارية بنسخته الخامسة فرق من عدة دول، فرنسا والنمسا وإيطاليا والأرجنتين والباكستان وكندا والبرتغال ودول أخرى، حيث يتم التنافس على أفضل لاعب لهذا العام، ويقوم على التحكيم لجان دولية من آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية. أفتخر بأننا أعددنا عرضا خصيصا للمشاركة في هذه الفعالية، ونستعمل في العرض الموسيقى الوطنية الإيطالية، ونشارك للمرة الثالثة في مثل هذه العروض. عمل القائمون على المهرجان بالجمع ما بين الوظائف التفاعلية والمسلية والإخراج الهندسي المتميز للأشكال الأخاذة في التناسق ومزج الألوان والتناغم الموسيقي مع الحركة الرائعة. أنا لأول مرة هنا في موسكو، لكن فريقنا شارك في مثل هذه العروض في مدينة لينينغراد. عرضنا مؤسس بالأغلب على موسيقى باليه، أي الرقص والغناء والألعاب النارية مجتمعة دفعة واحدة، ونبذل قصارى جهدنا. تميز المهرجان هذا العام بأنماط متنوعة من الألعاب النارية مبتعدا عن الأشكال النمطية، فتمايلت الخطوط وانطلقت النقاط وأحكمت الدوائر وتناثر السلاسل الذهبي في كل مكان. نقدم هنا عرضا مشوقا ومختلفا، وفي أساس عرضنا موسيقى معروفة جيدا في روسيا، لكنني لن أتكلم عنها بالتفصيل الآن، وأنا على ثقة بأن كل واحد سيعجب به من أول مقطع نعزفه. وفريقنا الباكستاني مولع بروسيا ومعجب بمنجزاتها وشعبها ومدينة موسكو. وبعد النجاحات الكبيرة التي حققها مهرجان روستك، أصبح من أكثر الأحداث السنوية إثارة، حيث استقطب عشرات الآلاف من عشاقه بعرض ساحر للألوان التي زينت سماء موسكو. برنامج مراسلون، تلفزيون دولة الكويت، ثريا الفرة، موسكو. السم اسم معرض أقيم في باريس. اسم المعرض الغريب جاء من خلال معروضاته، والتي هي عبارة من 30 نوعا من الكائنات التي تضخ السموم مثل الأفاعي والعقارب والضفادع، تتفاوت درجاتها ما بين خطير جدا إلى مسالم محصورة داخل قوالب زجاجية. يستعرض المعرض خلفية هذه الكائنات ويشرح ظروف حياتها البيئية. لأول مرة في باريس يقام معرض تحت عنوان السم في قصر الاستكشاف، أو ما يعرف ببالي ديكوفيرت، في العاشر من أكتوبر عام 2018، ويستمر المعرض حتى 11 من أغسطس خلال العام الحالي 2019. ويضم المعرض 30 نوعا من الكائنات ما بين أفاع وعناكب وعقارب وضفادع، والتي تضخ السموم وتتفاوت درجاتها ما بين خطير جدا إلى مسالم.
محصورة داخل قوالب زجاجية مزدوجة لحماية الجمهور، حيث يستعرض المعرض خلفية هذه الكائنات ويشرح ظروف حياتها البيئية. نحن نركز على الأفاعي الأكثر خطورة لنحاول تغيير نظرة المجتمع وتحوير وجهة النظر للاستفادة من فوائد السموم، ونحن نحاول يوم بعد يوم تغيير هذه النظرة لأن الجميع يرهب الأفاعي. وظيفتنا هو محاولة إلغاء أي نوع من الخوف عند الجمهور. الهدف من هذا المعرض هو إظهار السموم في قالب إيجابي، حيث يظهر لنا التاريخ جانب السم السلبي، وأن كل من يتعرض للسعة أفعى يموت على الفور. ولكن نستنتج من هذا المعرض هو أن للسموم إيجابيات خفية أيضا تنتجها هذه الكائنات، سواء حيوانية أو نباتية، من أجل حماية نفسها أولا ثم حماية من حولها. تركيبة السموم معقدة للغاية، وبعد عدة أبحاث علمية عميقة تم التوصل إلى علاجات وأدوية قيمة لأمراض عضال مثل أمراض القلب والسكري والضغط. والهدف الأساسي هو اكتشاف ازدواجية السم بين مواد ضارة ومواد شافية للبشر، حيث تم تقسيم المعرض إلى جزئين. الجزء الأول يتكون من معرض شامل، والجزء الثاني مختبر علمي مخصص للزوار والطلاب ليتسنى له مراقبة عملية استخراج السموم أو الجلود من الأفاعي والعقارب. هناك 80% من الثعابين غير السامة في الطبيعة، وفقط 40% منها سام جدا ويشكل خطرا على البشر. وتنتمي هذه المجموعة المعروضة إلى عدة دول، منها المكسيك والخليج وجنوب أفريقيا وأمريكا اللاتينية. هذا النوع من الكائنات نستطيع أن نستخرج من سمه دواء لعلاج السكري. على سبيل المثال، هناك أفعى الفيلوبات تيريبيليس وسمها لم يعد خطيراً، وهذا يعتمد على نوعية الغذاء التي تعتمده، وهي متواجدة في فرنسا. تحتاج هذه الكائنات إلى سمها للبقاء على قيد الحياة، سواء للتغذية أو لحماية نفسها من المتطفلين، ويتطلب إنتاج السم طاقة كبيرة. فعلى سبيل المثال، مامبا الأسود أو سموم الديندروبات، وهي سموم يمكن أن تكون بدائل للمسكنات الأفيونية. وهناك مادة سامة نستطيع استخراج منها نوع من الأنسولين لمكافحة داء السكري من نوع ثاني. أنا هنا لأني أحب الأفاعي والعقارب وأهتم جدا لهذه المعلومات وأحب العلوم. أنا منبهر جدا بهذا العالم من العلوم الحياتية، لأنني أنا تعرضت للاعتداء من قبل عقرب في المكسيك، ولكن لحسن الحظ لم أتسمم. لذلك أريد أن أتعلم الكثير من هذه الكائنات حتى أستطيع أن أتعامل مع الوضع. السموم هي عالم كبير متنوع، فهناك أكثر من 46,600 نوع من العناكب، منها من دون فم ولا تستطيع أن تنقل هذا السم إلى البشر. فكل سم عبارة عن مزيج من الجزيئيات الخاصة من الحيوان، وهي جزء لا يتجزأ من البيئة، وإذا قمنا بتدميرها فإننا ندمر بيئتنا الحيوانية أيضاً. أبوسيموتيزم وهو نوع من جهاز الإنذار الداخلي للحيوان، يتحرك فور وجود أي نوع من ألوان متوهجة أو ضوضاء قد تؤثر على سلوك الأفعى، حيث تصبح دفاعية وتحمي سمومها من أي خطر محدق. أفعى الجابو مثلا طولها 5 أمتار، وتم تقديم 7 أفاعي من هذه الفصيلة للجمهور في المتحف. ومن أكبر الأفاعي السامة هي أفعى المامبا السوداء، وأكثرها انتشارا في أفريقيا. وسرعتها الحركية تتراوح ما بين 16 إلى 20 كيلومتر في الساعة. كانت معكم فرح الهاشم، تلفزيون دولة الكويت، لبرنامج مراسلون من متحف الاستكشاف باريس.
وإلى معرض آخر نذهب مشاهدين الكرام، ففي العاصمة القطرية الدوحة يوجد متحف الشيخ فيصل بن قاسم الثاني، والذي يعتبر أكبر متحف شخصيا في العالم. يعكس هذا المكان شغفا امتد لأكثر من 45 عاما دأب خلالها صاحبه في جمع القطع الأثرية بهدف الحفاظ على ثقافات العالم ونشرها. لنشاهد معا ما يوجد في هذا المتحف من قطع أثرية من خلال هذا التقرير. بني متحف الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني من الحجر المحلي على شكل أبراج تقليدية، ويعد أكبر متحف شخصي في العالم، ويعكس المكان شغفا يمتد لأكثر من 45 عاما دأب خلالها صاحبه في جمع القطع الأثرية بهدف الحفاظ على ثقافات العالم ونشرها إلى جانب الثقافة القطرية. ويتكون المتحف من عدة متاحف تجمع أكثر من 80,000 قطعة أثرية من سجاد ومخطوطات وأسلحة وعملات ومنحوتات خشبية وحجرية وغيرها من المقتنيات، تشمل جميع دول العالم سيما العربية والإسلامية، إذ يحتوي على تحف من العصر الأموي والعباسي والصفوي والمملوكي والعثماني وصولا إلى القرن العشرين. ويضم متحف السيارات قرابة 700 سيارة تشمل أنواعا قديمة مثل سيارة بخارية تعود لعام 1880 وتعمل على الفحم. بدأت فكرة المتحف للشيخ فيصل منذ الصغر، كان يجمع مقتنيات المدرسية ومقتنيات العائلة، ولحد هذه اللحظة هو مستمر في المقتنيات، صار أكثر من 45 عام هو مستمر بأهل المقتنيات. وتغلب على مقتنيات المتحف القطع الأثرية الإسلامية، فهذا غطاء لباب الكعبة وهو عثماني معمول بخيوط الذهب والفضة والحرير، وهاتان أكبر وأصغر نسختين للقرآن خطتا باليد بالأصباغ النباتية وماء الذهب منذ أكثر من 700 عام. أما هذه فمطوية من الجلد طولها 7 أمتار، كتب بداخلها القرآن بالكامل، ويبلغ عمرها ما يزيد عن 240 سنة. وهذه سجادة إيرانية منسوجة بخيط واحد من الجهتين، عليها رسومات وكتابات وآيات قرآنية. هنا بيت دمشقي عمره 243 سنة يحكي لنا قصة تفكيكه من حارات دمشق القديمة وتركيبه في هذا المكان في رحلة استمرت لمدة عامين. متحف الشيخ فيصل أنا زرته كذا مرة، وهو يحتاج طبعا فترة طويلة عشان تتجمع الشيء اللي تبي انت تعرفه في المتحف هني، وفي يعني أقسام كثيرة من البيت، من قسم القطري، قسم السيارات، المقناص، الريان. وتتمحور المقتنيات القطرية حول لوازم القنص في البر والغوص والسفر في البحر. ومقتنيات البيت القطري ناهيك عن الوثائق والأسلحة القديمة، فهذه المخطوطة شاهدة على مبايعة وجهاء القبائل القطرية عام 1906 للشيخ عبد الله بن جاسم على الحكم. ويحمل هذا الباب الخشبي أسماء القبائل القطرية والأوسمة الخاصة بإبل كل قبيلة، وحفر على القسم السفلي منه أسماء العائلات القطرية. هذا المتحف كما يراه صاحبه مشروع تربوي ثقافي تعليمي غير ربحي، بدأ بهواية صغيرة منذ الصغر وتحول إلى مشروع ثقافي عملاق. قصي الناصر لبرنامج مراسلون، تلفزيون دولة الكويت، الدوحة. كان هذا كل ما لدينا في حلقة اليوم من برنامج مراسلون، نشكر لكم طيب المتابعة وإلى اللقاء.